السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في النشرة الطبية ونبدأها بالعناوين. إعطاء جرعة تعزيزية ثالثة من لقاح كورونا لفئات محددة. وزارة الصحة: لا أعراض غير متوقعة للأطفال المطعمين. أبحاث تزف بشرى لمرضى السكري وكلمة السر في الكبد. دراسة تكشف رابطا خطيرا بين نوعي سرطان والمضادات الحيوية. مشروبات وأغذية يحظر تناولها في بداية اليوم. الأطعمة الغنية بالألياف تعزز صحة الجهاز الهضمي. أهلا بكم من جديد. كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الصحة تستعد لبدء تنفيذ خطة لإعطاء جرعة تعزيزية ثالثة من لقاح كوفيد-19 لبعض الفئات العمرية الكبيرة وأصحاب الأمراض المزمنة بناء على الدراسات والتوصيات العالمية في هذا الصدد. وأفادت المصادر أنه سيتم الإعلان رسمياً عن البدء بالخطة خلال فترة قريبة، مشيرة إلى أن الدراسات والمؤشرات أثبتت أن اللقاحات هي السلاح الأقدر على كبح جائحة كورونا وتحقيق المناعة المجتمعية. وفي سياق متصل، أكد استشاري طب الأطفال في مستشفى جابر الأحمد الدكتور خالد كالندر مأمونية وفعالية اللقاح للأطفال من عمر 12 حتى 15 عاماً، مشيراً إلى أنه لم يتم الترخيص للقاح إلا بعد استكمال دراسات الأمان والفعالية لهذا العمر، وتمت دراسة اللقاح على أكثر من 2000 طفل، وثبت أن اللقاح آمن وفعال لهذه الفئة العمرية. وأشار كالندر إلى أنه منذ انطلاق حملة تطعيم الأطفال من 12 حتى 15 عاماً لم تسجل أي أعراض غير متوقعة لدى هذه الفئة. حدد باحثون من جامعات أريزونا وواشنطن وبنسلفانيا ونورث ويسترن هدفاً جديداً لعلاج مرض السكري من النوع الثاني. ويعد مرض السكري من النوع الثاني أكثر انتشاراً ب24 مرة من النوع الأول، وترتبط معدلات الإصابة به بارتفاع معدلات السمنة، ويتطلب أساليب علاج جديدة وفقاً لباحثي جامعة أريزونا الذين يعتقدون أن الكبد قد يكون مفتاح الابتكار وطريق التوصل إلى علاجات جديدة. وتهدف الدراسة إلى معالجة الأمراض المرتبطة بالسمنة، إذ أمضى الباحثون السنوات التسع الماضية في العمل على فهم العلاقة بين السمنة ومرض الكبد الدهني والسكري، لاسيما كيف يؤثر الكبد على حساسية الأنسولين. ومن المعروف أن الدهون في الكبد قد تسبب داء السكري من النوع الثاني، لكن كيف يمكن للدهون في الكبد أن تجعل الجسم يقاوم الأنسولين أو يتسبب في إفراز البنكرياس للأنسولين بشكل مفرط؟ ولفك هذا اللغز، ركز الباحثون على الكبد الدهني وقياس الناقلات العصبية المنبعثة من الكبد في نماذج حيوانية للسمنة لفهم أفضل لكيفية تواصل الكبد مع الدماغ للتأثير على التغيرات الأيضية التي تظهر في السمنة ومرض السكري. كشفت دراسة طبية حديثة عن العلاقة بين استخدام المضادات الحيوية واحتمالات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم في سن مبكرة. ووفق الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة أبردين باسكتلندا ونشرت نتائجها في موقع كلينيكال أدفايزر الطبي، فإن استخدام المضادات الحيوية قد يساهم في زيادة الإصابة بسرطان القولون والمستقيم. وبحسب الدراسة، فإن المضادات الحيوية تغير ميكروبيوم الأمعاء بشكل سلبي، وهو مجموع الميكروبات المتعايشة مع إنسان أو في أي من الأحياء الأخرى وتعيش على جسمها أو في داخل أمعائها، وتساهم في عملية التمثيل الغذائي، كما تساعد على تحفيز الإصابة بسرطان القولون والمستقيم في عمر مبكر، أي دون 50 عاماً.
وتوصل العلماء لنتائجهم بعدما قاموا بتحليل بيانات 30,418 شخصاً خلال الفترة الواقعة بين عامي 1999 و2011، حيث تبين إصابة 7,903 أشخاص بسرطان القولون أو المستقيم بين الأفراد الذين تناولوا المضادات الحيوية على نحو مستمر. وأشار القائمون على الدراسة إلى ضرورة التوسع في إجراء المزيد من الأبحاث وتوسيع عينة التجربة في مواجهة سرطان القولون المبكر، والذي سجل ارتفاعاً في تعداد الإصابات به بمعدل 3% سنوياً على مدار العقدين الماضيين من الزمن. وأضاف الباحثون أنه من المحتمل أن تكون الوجبات السريعة والمشروبات السكرية والسمنة والكحوليات قد لعبت دوراً في هذا الارتفاع المرتبط بسرطان القولون، لكن البيانات تؤكد على أهمية تجنب المضادات الحيوية غير الضرورية، خاصة عند الأطفال والشباب. أعلنت الدكتورة آنا بيلوسوفا، خبيرة التغذية الروسية عضو الجمعية الوطنية لخبراء التغذية، أنه لا ينصح بتناول القهوة وعصير الحمضيات والمياه الغازية المحلاة والأطعمة التي تحتوي على التوابل الحارة على الريق. وتشير الخبيرة في حديث تلفزيوني إلى أن الكافيين يكبح الشهية، لذلك من الأفضل تناول القهوة بعد بعض الوقت من تناول وجبة الإفطار. كما يجب التخلي عن التوابل الحارة والصلصات في الصباح، لأنها تزيد من خطر الإصابة بالتهاب المعدة أو القرحة. وتقول إنه بالطبع من جانب، فإن تناول شطائر مع الخردل أو غيره من التوابل الحارة تنشط الجسم، ولكن من جانب آخر تؤدي مباشرة إلى التهاب المعدة. وتشير الخبيرة إلى أن أكثر المواد الضارة للمعدة الفارغة هي المشروبات الغازية المحلاة، مؤكدة أن شربها باستمرار على الريق يسبب الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي مثل التهاب المعدة والقرحة. ويجب أن يرافق تناول عصائر الحمضيات وجبة فطور كاملة لتجنب حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي، مشددة على أن تكون هذه العصائر طبيعية وطازجة. يوصي الخبراء بتناول 6 عناصر غذائية مهمة للتخلص من الإمساك وغيرها من المشاكل التي تصيب الجهاز الهضمي، وتعتبر الألياف من أهم مكونات النظام الغذائي الصحي. وعلى الرغم من أن بعضها ينتمي إلى الكربوهيدرات، إلا أنه يجب إضافة الكثير منها للوجبات على مدار اليوم للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي. وفوائد الألياف متعددة، ومن بينها التخلص من الإمساك وعسر الهضم واضطراب المعدة وحركة الأمعاء غير المنتظمة. وعندما تزداد التهابات المعدة بسبب البكتيريا الموجودة في بعض الأطعمة، فإن تناول نظام غذائي غني بالألياف يمكن أن يحمي المعدة ويحافظ على صحة الجهاز الهضمي. ومن هذه الأطعمة الموز، الذي يوصف بأنه حل سحري لمشاكل الجهاز الهضمي بسبب ما يحتوي عليه من كمية عالية من الألياف، كما يحتوي الموز على الحديد والبوتاسيوم. الذرة، والتي تتميز بأنها غنية بالألياف بالإضافة إلى أنها مشبعة على الرغم من أنها منخفضة السعرات الحرارية، فيسهم تناول الذرة في فقدان الوزن وتخفيف مشاكل المعدة وتحسين البصر. العدس، فإن الشعور بالشبع لفترة أطول بعد تناول أي وجبة تشتمل مكوناتها على العدس يرجع إلى المحتوى العالي من الألياف فيه، والذي يطلق الطاقة تدريجياً ويبقي الجسم نشيطاً. الشوفان، وهو يمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية، علاوة على أنه غني بالألياف، مما يساعد على تحسين أداء الجهاز الهضمي وتحقيق شعور بالشبع لفترات طويلة. الكمثرى والتفاح، تحافظ ثمار الكمثرى والتفاح الغنية بالألياف الغذائية على صحة الأمعاء، حيث إن تناول التفاح أو الكمثرى يومياً يجعل حركة الأمعاء سلسة وخالية من الألم، ويمكن تناول ثمرة الفاكهة كاملة أو يتم تقطيعها ضمن مكونات طبق السلطة. أخيراً، بذور الكتان، يوصي الخبراء بتناول بذور مختلطة وخاصة بذور الكتان يومياً، لأنها غنية بالألياف والبروتينات التي تفيد الصحة بطرق متعددة.
وإذا كان الشخص يعاني من الإمساك بشكل متكرر، فإن تناول بذور الكتان يومياً سيوفر الراحة عن طريق تنظيم حركات الأمعاء. أعزائنا المشاهدين، وصلنا إلى ختام النشرة الطبية، في أمان الله.